بس بدي أضيف إلى هذه المسألة والمطالبة بإعادة القانون وبرده للإتيان بتعديلات جوهرية حقيقية تتعلق بإطلاق المجال للحريات. بدي أضيف أن الحكومة نفسها اللي بعثت هذا التعديل الشكلي وقعت في خطأ إجرائي كبير، يعني بعثت لنا تعديل استجابة لقانون إعادة الهيكلة أنه عدلت الدائرة اللي هي كانت دائرة المطبوعات والنشر وأصبحت محلها اللي هي هيئة الإعلام. أجد بأن التعديل وذلك في القراءة الأولى لهذا القانون قلت لكم زملائي بأن هذا التعديل شكلي، والحكومة من الآن لا تنتظر موافقتنا. من جاء منكم بالطريق من الدوار الرابع إلى هنا يجد بأنهم استبدلوا وغيروا القرمة وحطوا هيئة الإعلام، يعني موافقتنا تحصيل حاصل بالنسبة لهم. الزملاء طالبوا برد هذا القانون، ولكن إذا تم رد هذا القانون يا أخوان لا يذهب إلى الحكومة، سوف يذهب إلى مجلس الأعيان ويقر كما هو موجود. لذلك الأرسال السياسية أعطناها للحكومة، والمفروض أن الحكومة تسمح لسعادة الرئيس أن تلتزم بالتوصيات المطلوبة في تعديل هذا القانون كاملا. قانون أقره هذا المجلس وألغى من خلاله دائرة المطبوعات، صحيح أنه منزوع الدسم مثل ما قالت الزميلة، وما جاء إلا باستبدال الهيئة محل دائرة المطبوعات والنشر، وكان على الحكومة أن تقوم بتعديل القانون لأنه في مواد قانونية استجابة لما أقره المجلس يجب أن يتم تعديله. مع ذلك أنا أقترح أن يتم التصويت عليه وأن يتم التوصية إلى الحكومة بتقديم يا أخوي. شو رأيك؟ ما هي مقترحات عندي أنا.